السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا بكم في قناتكم معلومة تفيدك. إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم أبرز الفوضى الصحية للكوسة، تابعوا معنا. الكوسة وتسمى الجوهرة الخضراء، لما للكوسة من فوائد صحية فتسمى بالكنز أيضا. إن الكوسة هي مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية المهمة، اعتبارا من الفيتامينات المتعددة إلى المعادن والتي لها دور مهم في تحسين الصحة العامة وتقوية البصر والأثر الجيد على البشرة وتعزيز الجهاز المناعي في الجسم وتحسين عمليات الاستقلاب الغذائي والكثير من الفوائد الصحية التي سوف نبينها لكم في هذا الفيديو. فوائد الكوسة: تحتوي الكوسة على نسبة صفر من الدهون ونسبة عالية من الماء والألياف، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات B6 والريبوفلافين والفولات وفيتامين C وفيتامين K والمعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز. وتحتوي هذه الخضار الصيفية أيضا على المغذيات النباتية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وهذا يجعل الكوسة طعاما غنيا بالمغذيات. وبالتأكيد يتوجب عليك منذ الآن تضمين الكوسة في نظامك الغذائي، وسوف نعرض عليكم أكثر من 10 فوائد صحية لتناول الكوسة. الكوسة تحسن الهضم. يمكن أن يساعد دمج الكوسة في نظامك الغذائي في تحسين عملية الهضم لديك، بما في ذلك الحد من حدوث الإمساك ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. وللعلم فإن الكوسة غنية جدا بالماء، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والكهرل والمغذيات الأخرى الضرورية لنظام الهضم الصحي. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للكوسة أيضا في منع القرحة ومتلازمة القولون المتهيجة وسرطان القولون. الكوسة تبطئ الشيخوخة. الشيخوخة تنتج عن نشاط السموم والجذور الحرة والالتهابات التي يتعرض لها الجسم على مر السنين، ويمكن تقليل هذه السموم والالتهابات عن طريق مضادات الأكسدة والأطعمة المضادة للالتهابات. والكوسة غنية بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية المضادة للالتهابات، والتي تساعد على تخليص الجسم من الجذور الحرة والالتهابات الزائدة. الكوسة تخفض مستويات السكر في الدم. ارتفاع مستويات السكر في الدم والسكرية من المشاكل من خلال نظام غذائي غني بالكربوهيدرات الغير صحية والمنخفض بنسبة الألياف. وبالتأكيد فمن خلال تضمين الكوسة في نظامك الغذائي فإنك تزيد من تناول الألياف، ويمكنك ذلك أيضا من تقليل تناول الكربوهيدرات لأنك ستشعر بالشبع لفترة أطول. ويمكن لهذه التغيرات في النظام الغذائي أن تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين، وقد يعني هذا أن جسمك لم يعد يحتاج إلى كميات مفرطة من الأنسولين لمعالجة السكري. ويمكن أن يغير ذلك من خطر إصابتك بداء السكرية، إذ تظهرت الدراسات أن تضمين 30 غراما على الأقل من الألياف في نظامك الغذائي اليومي سيقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل ملحوظ. الكوسة والدورة الدموية السليمة والقلب السليم. تحتوي الكوسة على نسبة منخفضة من الدهون ومن الصوديوم، ولكنها غنية بالألياف والبوتاسيوم. وبالفعل تساعد هذه الخصائص على الحفاظ على الدورة الدموية الصحية، ومن ناحية أخرى يساعد انخفاض الصوديوم وارتفاع نسبة البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم، بينما الألياف مثل العديد من السكريدة في الكوسة ستساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول. وللعلم فإن هذا المزيج سيعمل بشكل متآزر للحفاظ على الدورة الدموية الجيدة، وهو أمر ضروري لضغط الدم الصحية وصحة القلب. الكوسة وصحة العين. الكوسة مصدر جيد لمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تحمي الصحة، بما في ذلك فيتامين سي وبيتا كاروتين والمنغنيز والزيكاسانثين واللوتين، مفيدان بشكل خاص في الحفاظ على صحة العين وتحسينها من خلال مكافحة الجذور الحرة
وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الجلوكوما وإيتام عدسة العين والتنكس البقعي. وبالفعل يمكنك أيضا استخدام الكوسة لعلاج العيون المنتفخة عن طريق وضع شرائح من الكوسة النيئة على العينين، وما عليك إلا بترك الشرائح في مكانها حول العينين لحوالي 30 دقيقة وتكرير ذلك عدة مرات في اليوم. أكل الكوسة يعزز الطاقة في الجسم، بما أن الكوسة مصدر مهم بفيتامين بي، وخاصة حمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين B6، فإنها تساعد في تعزيز إنتاج الطاقة في الجسم، وهذا يقلل من التعب ويحسن المزاج، إذ يحتاج الجسم إلى فيتامينات ب للحصول على الاستقلاب الغذائي للبروتين والكربوهيدرات. وبالطبع تساعد هذه الفيتامينات أيضا في وظائف الدماغ المختلفة بما في ذلك الإدراك. الكوسة وإنقاص الوزن: لأن الكوسة قليلة السعرات الحرارية وغنية بالمياه والألياف، فهي غذاء رائع للراغبين في تقليل أوزانهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوزن الزائد للجسم ينتج عادة عن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الكربوهيدراتية والسكرية، ومن خلال تضمين الكوسة في نظامك الغذائي يمكنك زيادة محتوى الألياف والماء في طعامك، وهذا يعني أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول، وينتهي بك الأمر إلى تناول كميات طعام أقل، وعلى المدى الطويل ستفقد بعضا من وزنك الزائد. الكوسة تحسن وظائف الغدة الدرقية والكظرية. تحتوي الكوسة على كميات عالية من فيتامين سي والبوليفينول خاصة في القشرة، فقد وجدت الدراسات المختبرية على الفئران من قبل جامعة دي في أن المركبات الموجودة في قشور الكوسة لها آثار جانبية على الغدة الدرقية والغدة القذرية، بالإضافة إلى ذلك ساعدت المركبات في تنظيم مستويات الأنسولين. الكوسة تحمي من الأكسدة ومن الالتهابات. إن الكوسة غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات بما في ذلك الفيتامينات ألف وفيتامين سي والجلوتاثيون وبيروكسيديز وفوق أكسيد الديسيموتاز. وقد تم العثور على كميات كبيرة من هذه المركبات في قشرة الكوسة، ولهذا السبب يجب أن تأكل الثمرة كاملة مع القشرة. وبالتأكيد فإن تناول الكوسة بانتظام يقلل من الأكسدة والالتهابات داخل الجسم، وهذا يعزز من مناعتك ويحميك من الأمراض المرتبطة بالالتهاب. ومع كل هذه الفوائد المثيرة للإعجاب، ننصحك بأن تضيف المزيد منها إلى وجباتك. لو وصلت نهاية الفيديو، أتمنى من الله عز وجل أن تكون استفدت فضلا وليس أمرا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد مفيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.